كل رجل في الدنيا فيه أنثى تقدر إن هي تجننه، زي ما احنا بنقول كده، ما تخليهوش ينام الليل، تخلي حياته اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وكمان الأدهى من كده إن هو ممكن يكون كل اللي بيحصل ده على قلبه زي العسل. إيه اللي بتمتلكه الأنثى عشان يخليها عندها القدرة إن هي تعمل كده؟ ده بقى اللي احنا هنتعرف عليه في حلقة النهاردة. برحب بيكم طبعا في البداية، وبقول للجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. ممكن البعض يتساءل، طبعا الحلقة دي جديدة تماما وما اتعملتش قبل كده، فعشان هي جديدة وما اتعملتش قبل كده في شوية حاجات. انا ما بقولش مقدمة والله في حلقاتي، بالعكس لو تخلوا بالكم كده هتلاقوا المقدمة يعتبر هي شرح للمحتوى بتاع الحلقة، يعني يعتبر المقدمة في لب الحلقة، انجاز التعبير. كنا عملنا حلقة قبل كده اسمها أكثر نساء الأبراج قهرا للرجال، ممكن البعض يختلط عليه الأمر يقول إيه الفرق. حلقة النهاردة هتعتمد كل أنثى كل رجل، هناخده كده ونشوف أكتر أنثى تقدر إن هي تعمل معاه كده. طيب إيه الفرق برضه؟ الفرق إن الأنثى دي لازم هيكون فيها حاجات بتعجب الرجل ده الأول، وبعد ما بتدخله جنتها بتبدأ توريه نارها لو هي عايزة، بينما الحلقة التانية مش شرط ان الرجل ينجذب للأنثى عشان تقهره، هي تقدر ان هي تقهره من غير ما يكون في حب او في انجذاب، من غير ما يعجب بيها، تقهره في عنده، في ذكائه، في فكره، في رجولته حتى. المهم احنا هنفهم الكلام ده قوي لما ندخل في موضوع حلقتنا. انا ليا طلب واحد بس في البداية قبل ما نبتدي، ندوس لايك رجعان عشان اصدقائنا وكل عيلتنا مستنين الحلقة دي، فما يروحش اشعارها عليهم. وتعالوا بينا كده نبتدي بأول الأبراج، وهو رجل الحمل. أكتر أنثى ممكن تقهر رجل الحمل اللي هو برجي. هي مين وليه هتقهره وإزاي هتقهره؟ أنثى برج الجوزاء. طيب ليه؟ أولا أنثى برج الجوزاء لو جيت تخلي بالك هتلاقي فيها شوية حاجات كده بتعجب رجل الحمل: خفة الدم، حب الحياة، الذكاء. واخدين بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ برج الحمل بيحب الكلام ده كله، وبيحب اللي يحسسه بقيمته، والجوزاء بارعة، ست أو بنت الجوزاء بارعة في كده. إذا بعد ما تجذبه، بعد ما تجذب رجل الحمل ليها ويتعلق بيها زي ما احنا بنقول، الجوزاء غالبا بتتعامل بسياسة شوية كده وشوية كده، يعني هتلاقي الحمل شوية مهتمة بيه ومحسسة انه هو ملك زمانه، وشوية مطنشاه خالص ويوصل له إيحاء منها إن هو أصلا مش فارق معاه، ودي أكتر حاجة تجنن رجل الحمل. المشكلة إن هو بعد ما تعلق بيها وحبها وحب صفاتها وانجذب ليها، اكتشف السياسة بتاعتها دي اللي هي موجودة في فلسفة حياتها، فيبقى زي ما احنا بنقول حطته بين نارين: نار الإعجاب بيها ومش قادر يستغنى عنها، ونار العذاب اللي هي بتتبعه في سياستها معاها. على فكرة أنا عايز أقول كمان حاجة، الحلقة دي ممكن تكون طويلة وأكيد هتكون طويلة، فرجاء محدش يزعل مني، ولو أنت من الناس اللي بتمل بسرعة ما تشوفش الحلقة عشان ما تزعلش مني، لأن أكتر حاجة ممكن تضايقني إن حد يكتب لي إن هو زعلان مني. بس هي طويلة عشان فيها كل الأبراج وفيها يعني تفاصيل ومعلومات كتير قوي، انا متأكد ان اغلبنا اول مرة يعرفها او يسمعها، وكمان هتبقى مشوقة وممتعة، او الحلقات اللي من النوع ده بتكون مفيدة وممتعة في نفس الوقت. انثى برج الميزان ايضا قادرة على قلب كيان رجل الحمل. في بعض الرجال هناخد له انثى واحدة، وفي البعض هناخد له اتنين من الاناث، لان بتحس ان اتنين من الاناث كده قريبين من الدرجة نفسها، فما ينفعش ناخد واحدة ونظلم التانية. انثى برج الميزان تقريبا بتقدر تعمل اللي بتعمله الجوزائية مع رجل الحمل، يعني هما الاتنين اكتر الاناث قدرة على قلب كيان رجل الحمل. طبعا في ناس كتير تقدر ان هي تعمل كده، ولكن احنا بناخد الاعلى، بناخد الاقوى فيهم في النقطة دي او في الموضوع ده. كمان عايز اقول لكم على حاجة، في بعض الاناث ممكن ما تجيش معانا في حلقة النهاردة، ده مش معناها ان هي ملهاش القدرة ان هي تقلب الراجل يعني، او تقدر ان هي مثلا زي ما احنا بنقول تشقلب كيانه، بس في ناس تفوقت عليها بنسبة ضئيلة، انما هي بتيجي في ترتيب بعد كده، يعني الموضوع بدرجات. إذن الجوزائية تشاركها الميزانية، هم أكثر قدرة على فعل ذلك الشيء برجل الحمل، أي وضعه بين
نارين، هتحطه بين نارين. ودايما بقول لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، ولكن أغلب مواليد الأبراج دي بينطبق عليها كلامنا ده. رجل برج الثور، أكتر أنثى تقدر إن هي تعمل معاه كده، وفي ناس تانية هتيجي بعدها بس هي نمرة واحد، حد توقع؟ هي أنثى برج الجدي الترابي. مبدئيا تعالى بص هتحطه بين نارين ازاي. اول حاجة هو هينجذب ليها قوي، لان في حاجات كتير فيها بتعجبه كرجل: تقولها، عمقها، ذكائها، ان هي عملية، ان هي شخصية جدية شوية او جد شوية. الحاجات دي لو تيجي تبص تلاقيها من اكتر الحاجات اللي تستهوي رجل برج الثور. بعد ما ينجذب ليها ويتعلق بيها، شوف النار التانية بقى ازاي هتحطه بين نارين. الطور المعروف عنه، راجل الطور عنده شوية سي السيد، يعني انا مش عايز نقاش في القرار اللي انا هقوله. هل انثى الجدي بتتعامل او ينفع تتعامل معاها بالاسلوب ده؟ لا، هيلاقي عقلية عميقة قوي عمالة بتوقفه وبتعرضه وبتقوله لا ده كده غلط وكده ينفع وكده ما ينفعش، ولازم الاول تعمل ده وما تعملش ده. رجل برج الثور ما بيحبش ده، وكمان هي عنيدة. أنثى الجدي من أشد نساء الأبراج عندنا، إذا مش هيلاقيها سلسة معاه بالدرجة اللي هو كان متخيلها أو اللي بيحبها. شفتوا إزاي اتحط رجل الثور مع أنثى برج الجدي بين نارين؟ نار الإعجاب بيها بالمميزات اللي قلناها، والنار التانية اللي تحدثنا فيها عن إمكانياتها وفلسفتها في التعامل معاه. أما رجل برج الجوزاء فستأتي أنثى برج الميزان مرة أخرى لتضع رجل آخر بين النارين بتوعها. أنثى برج الميزان، تعالوا كده نبص. أولا تعجب أوي رجل برج الجوزاء بجاذبيتها الساحرة الخاطفة للأنظار، بابتسامتها الجميلة، برتم حياتها اللي بيعجب رجل برج الجوزاء، وإن كانت من أكثر النساء اللي بتعجبه، ولا سيما كمان في البدايات بخفة دمها اللي بتجمعهم هما الاتنين مع بعض. بيحس ان هي مرحة مش نكدية، من الاخر بيقولك انا بحس ان انا لقيت اللي تكملني، هي دي اللي هتسعدني وتخلي حياتي تكتمل البهجة بتاعتها او السعادة بتاعتها. خلاص وقع رجل برج الجوزاء في انثى برج الميزان، ايه اللي ممكن يحصل وازاي تحطه بين نارين؟ هي اكتر اناث الابراج اللي تقدر تعامله بنفس معاملته. يعني انت هتطنش هتطنش، هتهتم هتهتم، هتحاول تضحك عليها بالكلام، هي فاهمك قوي وتقدر ان هي تضحك عليك هي كمان بالكلام، هتحسسها ان انت قادر تستغنى وما انتش فارق معاها، هي كمان تقدر ان هي تعمل معاك كده وممكن اكتر منك كمان. شفتوا ازاي بقى بعد ما جابته الاول دخلته الجنة ازاي دوقته نارها؟ اذا هي اكتر انثى مقارنة بكل النساء الاخرى تقدر ان هي تعمل حاجة زي كده مع رجل برج الجوزاء. تعالوا بقى نشوف رجل برج السرطان المائي. مع رجل برج السرطان خلي بالكم في حاجة كده الذكي اوي هيلاحظها اثناء سير الحلقة، بس انا هقول عليها في الاخر، اللي يقدر ان هو كده يلاحظها قبل ما نوصل لنهاية الحلقة يكتب لي وانا هقول له. انا بقرا كل تعليقاتكم زي ما انتم عارفين، وكمان بتعرف عليكم من خلالها. لو قال اللي احنا هنقوله في الاخر صح، انا هرد عليه بنفسي واقول له ان انت فعلا بيرفكت. طيب رجل برج السرطان انثى برج العقرب، واه لما تيجي معانا انثى برج العقرب ازاي هي ممكن تجذب؟ هو بيحب الانثى العميقة، موجود العمق طبعا في انثى برج العقرب بشكل كبير. هو بيحب الانثى اللي عندها قدر كبير من الرومانسية، موجود في أنثى برج العقرب. هو بيحب الأنثى اللي تقدر تحسسه بالاهتمام اللي هو عايزه وبالاحتواء، تقدر العقربة إن هي تعمل حاجة زي كده. طيب جذابة جدا بطبعها، غامضة جدا، الحاجات دي من أكتر الحاجات اللي تجذب رجل برج السرطان لأنثى معينة. اذا خلاص اعجب بيها انجذب ليها، طيب ايه اللي هيحصل؟ العقربة مش هتحطه بين نارين، هتدوخه هتخليه مش عارف بدايته من نهايته. طبعا الموضوع بيتوقف هل الانثى عايزة تعمل كده؟ طيب
عايزة تعمل كده تقدر ان هي تعمل كده، هي عندها الامكانيات مع الرجل اللي احنا بنذكره معاها ده ان هي تقدر تعمل معاه كده، مش عايزة تعمل دي حاجة بترجع لها، بس هي مؤهلاتها وامكانياتها تمكنها ان هي تعمل حاجة زي كده. تيجي بقى رجل برج السرطان يتدلع، شوف العقربة هتعمل معاه ايه، يعني هيبدأ ان هو بقى يعمل نفسه مقموص ويعمل نفسه زعلان ويزعل على اي حاجة ويبدأ يحسسها ان هو ممكن يبعد عنها. تعالى بقى ادوقك النار بتاعتي، انت خلاص اتعلقت بيها، انت خلاص انجذبت ليها، العقربة عندها القدرة ان هي تعمل معاه كده، تحسسه ان هو مش فارق معاها. بعد ده، بعد كمان ما تجذبه ليها، تقدر ان هي تتقل عليه. على فكرة رجل برج السرطان على الرغم ان هو بيحب الاهتمام قوي من الانثى، بس بيحب الانثى التقيلة، يعني ما بيحبش اللي هي تديله ايحاء انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انت لو مشيت انا خلاص ده هيبقى اخر يوم في حياتي. وانثى برج العقرب بتجيد في استخدام السياسة دي، يعني تقدر مع برج السرطان، رجل برج السرطان، ان هي ما تحسسوش بالكلام ده. اه انا معجبة بيك، اه ممكن كمان بحبك، بس صدقني لو انت هتتعوج عليا عادي مفيش اي مشكلة، ما تفتكرش ان انا هضيع من بعد. ومن هنا بيبدأ رجل السرطان يرهق نفسيا وذهنيا مع الانثى دي، وهي براحتها بقى، عايزة تزود الجرعة شوية بتزودها، عايزة تقللها عايزة تقننها براحتها. العقربة عامة متمكنة اوي في المواضيع اللي شبه كده، ولا سيما لما يقع في ايدها رجل من نوعية رجل برج السرطان، لان الطبيعة المائية الواحدة كمان اضافة لذكائها الحاد بيمكنها من فهمه قوي، حتى لو عامل غامض وحتى لو هو غامض وحتى لو ما بيبينش وما بيعبرش دايما، هي تعرف هو مخبي ايه وعايز يقول ايه علشان كده. وعلى فكرة كمان رجل السرطان بيعجبه الأنثى اللي تفهمه من غير ما يقول، اللي تحس بيه من غير ما يقول، والعقربة بتعرف تعمل كده. طيب رجل برج الأسد، أحد الأبراج اللي شايفة إن هي رئيسة جمهورية نفسها، تتوقعوا مين الأنثى اللي تقدر إن هي تشقلب كيانه وتحطه بين نارين؟ حد ذكي يتوقع؟ أنثى برج الحمل الناري. أنثى برج الحمل تجذب رجل الأسد بسرعة كبيرة قوي. رجل الأسد لا ينجذب للأنثى ضعيفة الشخصية إطلاقا، وإذا حدث يحدث في حالات قليلة قوي ونادرة قوي. وإذا كان برج الأسد بيدور على الكاريزما وبيدور على قوة الشخصية وبيدور على الأنوثة المتفجرة، فهيلاقي كل ده موجود في أنثى برج الحمل الناري، إضافة إلى رتم الحياة اللي هي يعني بتديله إيحاء إن هي بتحب الحياة. وهي فعلا أنثى برج الحمل من الأبراج اللي بتحب الحياة، يعني مش نكدية قوي، ما نقدرش نقول عليها نكدية. فكل الحاجات دي ليها عوامل كبيرة قوي في جذب رجل الأسد ليها. على فكرة الحلقة دي كمان نقدر نقول عليها حاجات كتير، نقاط ضعف رجال الأبراج، الأشياء اللي تجذب الرجال للأنثى، مسميات كتير، عشان كده قلت لكم إن هي حلقة مفيدة أوي إحقاقا للحق يعني. فخلاص انجذب ليها وتعلق بيها، هيبدأ يعيش الدور عليها ويشوف نفسه وسي السيد واعملي وما تعمليش وانت ما بتفهميش وانا بس اللي بفهم وانا اللي بفكر واسمعي الكلام. لا شوف الوش التاني بقى، تقدر انثى برج الحمل ان هي تعمل كده مع رجل برج الاسد ليه؟ لانها من الاناث التي لا تقاد الا بارادتها، يعني عشان تقود انثى برج الحمل مش شطارة منك، انت هتقودها لما هي اللي تسمح لك بكده. فهيلاقي أنثى برج الحمل النقطة دي فيها قوية الشخصية أوي، بل ممكن شخصيتها كمان تناطح قوة الشخصية بتاعها، هيلاقي إن هي واحدة بتعرف توزن الأمور أوي، بتعرف تتكلم، بتفهم. إذا برج الأسد، رجل برج الأسد يلاقي نفسه محطوط بين نارين، نار الأنثى اللي احنا في البداية قلنا إزاي دخلته جنتها وإزاي دلوقتي بتدوقه نارها. تعالوا بقى نشوف رجل برج العذراء المتعب جدا، وانا عارف ان هو متعب لكثير جدا من النساء. ستأتي العقربة مرة اخرى لتستلم رجل اخر، وهو رجل برج العذراء الترابي. هي اكتر انثى تقدر ان هي تعمل معاه
حاجة زي كده. أولا رجل العقرب يجذب جدا أو ينجذب جدا رجل العذراء لأنثى برج العقرب المائي، زي ما احنا قلنا بيعجبه إيه رجل العذراء في الأنثى عامة؟ الغموض الشديد موجود معانا في العقروبة، الذكاء الشديد، الجاذبية الطاغية، الأنوثة الفاتنة، التقل صنعة، كل الحاجات دي هي ثوابت كده جنب بعضها في شخصية رجل برج العقرب عشان تستهوي امرأة. فما بالك إن وجدت امرأة بتجمع كل تلك الأشياء ألا وهي أنثى برج العقرب. إذا انجذب رجل برج العقرب لرجل برج العذراء للعقروبة، إذا وقع فيها. طيب هيبدأ رجل برج العذراء يتعامل بلا مبالاة، هيبدأ يطنش، هيبدأ يحسسها إن هي مش فارقة معاه، نقدر نقول بالبلدي كده انت اللي جبته لنفسك. شوف العقروبة ممكن تعمل نفسك، شوف العقروبة ممكن تعمل معاك، زي ما قلنا من شوية اللي هي هتعمله مع رجل برج السرطان. على فكرة في الرجال السرطان والعقرب، الرجال دول متشابهين شوية في سياستهم مع الأنثى. تبدأ نفس ما عملت مع رجل السرطان تعمل معاه، تبدأ ان هي تاخده بقى واحدة واحدة كده على الهادي، وتقدر ان هي تعامله بنفس المعاملة بتاعته دي، بل أشد أضعاف مضاعفة انحطت في دماغها. فخلي بالكم من النقطة دي. طيب مع رجل برج الميزان هتأتي أنثى برج الميزان مرة أخرى لتلتقي أو تستلم رجل آخر بصحبتها زعيمة العصابة أنثى برج الأسد. الاتنين دول يتقاسموا مع بعض كده اللي هيعملوه في الرجل ده. تعال نبدأ بالميزان الأول. رجل الميزان ينجذب جدا لأنثى الميزان، جاذبيتها، شياكتها، أناقتها، خفة دمها، لبقتها، كل دي عوامل في المقام الأول بتجيب رجل الميزان على ملا وشه كده للأنثى. إذا دي النار الأولى، دي الجنة زي ما احنا بنقول. رجل الميزان هيبدأ إن هو يطنش أنثى برج الميزان، يتعامل معاها بتهميش، يحسسها مثلا إن هو هيسيبها، هيتقل عليها، بتعرف تعمل هي كمان كده وأشد منه. يعني أنثى الميزان على فكرة هنا معلومة كمان، تجيد في الأمور دي أكتر من رجل الميزان نفسه. إذا حطيته بين نارين، نار الإعجاب والانجذاب وربما الحب، والنار التانية اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب زعيمة العصابة أيضا من أكتر الإناث اللي ممكن تجذب رجل الميزان ليها وبسرعة البر. أناقة، أنوثة، قوة شخصية، خفة دم، كاريزما، جاذبية، وحاجات كتيرة قوي ينجذب إليها رجل الميزان بسرعة جديدة. طب رجل الميزان هيبدأ يعمل حاجة كده ولا كده؟ انت اللي جبته لنفسك مع زعيمة العصابة دي، محدش يلعب معاها بقى. شوف اللي هتعمله فيك، هتوريك النجوم حرفيا في عز الظهر زي ما احنا بنقول. هي اصلا ما بتعبرش حد، يعني خلينا نجيب من الاخر، هتحسسها بقيمتها، هتلاقيها انس قوي وتحسسك انت كمان بقيمتك. هتبدأ ان انت تعمل حاجة كده او كده غير لائقة بالسلامة، وزي ما قلنا من شوية ما بتعبرش حد. انثى برج الاسد تحديدا، طول ما انت حلو معايا انا حلو معاك، غير كده هبص بقى هتلاقي اضعاف مضاعفة. يعني الغلط اللي انت بتعمله شوف هيترد لك ازاي. اذا باختصار عشان ما اطولش عليكم، دي انثى برج الميزان وانثى برج الاسد الاتنين متساويين تقريبا في الموضوع ده، مع وضع رجل برج الميزان بين نارين زي ما احنا بنقول. تعالوا بقى نشوف العقرب، رجل برج العقرب المتعب جدا ده، مين اللي يقدر ان هو يعمل معاه حاجة زي كده؟ حد يتوقع؟ لا يفل الحديد إلا الحديد. ستأتي أنثى برج العقرب مرة أخرى أو مرة ثالثة أو رابعة مانيش فاكر، لتستلم رجل آخر من أشد الأبراج وأقواها وأعنفها في التعامل في الحياة العاطفية. قوي بقى بأي نوع من الأنواع، المهم إن هو رجل مش سهل يعني. لا يفل الحديد إلا الحديد، إذا كنت أنت عقرب فأنا عقرب. أنثى برج العقرب ينجذب إليها رجل العقرب أيضا بشكل كبير قوي. رجل العقرب تعجبه في الأنثى الست الفاهمة الناعمة الواعية
الأنيقة الذكية العميقة اللي ما هيش كتاب مفتوح، ودي أهم حاجة في الأنثى عشان تستهوي رجل العقرب. آخر نقطة اتكلمنا عنها دي، إن هي ما تكونش كتاب مفتوح، ومفيش أكتر من العقربة ممكن رجل العقرب يلاقي الحاجات دي فيها. إذا دخل الجنة، بص بقى، هتبدأ رجل العقرب أو هيبدأ رجل العقرب إن هو يستحكم، يعاند، يطنش، يعمل نفسه هيرحل، مش عارف ايه. العقربة بتجيد وفاهمة قوي في الاساليب دي، وزي ما احنا بنقول محدش يلعب معانا. فهتحطك بين نارين. ايه المقصود بالنارين؟ النار الاولى اللي انت اتعلقت بيها زي ما احنا قلنا، والنار التانية اللي انت ما انتش عارف تمشيها زي ما انت عايز، او ما انتش عارف تفرض عليها اسلوبك، او ما انتش عارف تلعب عليها اللعب اللي انت عايزه، او ما انتش لاقيها. يعني في تعابير كتير قوي تدل على النقطة دي تحديدا، بس بتحس ان هي، خلينا نوجز كل الكلام ونقول في جملة واحدة، بتحس ان هي فاهمك قوي وفاهمة لعيبك قوي. تيجي بعدها ممكن ولكن اقل منها شوية، انثى برج الميزان مرة اخرى. وان كان التوافق مش عالي بين رجل العقرب وانثى برج الميزان، بس هي فيها حاجات بتعجب. يعني حتة ان هي برضو مش كتاب مفتوح قوي، حتة ان هي انثى ذكية قوي، حتة ان هي انثى جذابة قوي. الحاجات دي برضو زي ما احنا لسه قايلين بتعجب رجل برج العقرب. ففي البداية ممكن ينجذب، بس بعد كده حتى التوافق بشكل عام ممكن يحصل مشاكل بينهم. بس انثى برج الميزان ايضا بتقدر ان هي الى حد ما اقل من انثى برج العقرب تحط رجل العقرب بين نارين. لسه موضحين احنا سياستها من شوية، ونفس السياسة دي هتتبعها ايضا مع رجل برج العقرب. طيب، رجل برج القوس الناري، من فصيلته انثى برج القوس الناري، ينجذب ليها قوي. رتم حياتها السريع، محبوبة جدا، دمها خفيف، من اللي هي بتحب الحياة، من اللي هي منطلقة، وهو كمان كده وبيحب الكلام ده في الأنثى. طبعا زي ما قلت في ناس كتير قوي تيجي كمان، بس هي أنثى برج القوس تيجي في المقدمة مع رجل برج القوس في موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم عنه ده. خلاص جابته كده، دخلته الجنة بتاعتها، يعني حبها، يعني اتعلق بيها، يعني انجذب ليها. هيطنش قبل ما تفكر، مش قبل ما انت تبدأ تنفذ، هتلاقيها هي كمان بتطنش. مش هتسأل، مش هسأل، هتبدأ تعمل نفسك تقيل، اعمل نفسي مش شايفك. هي انثى برج القوس بتجيد في السياسة دي، ولا سيما مع رجل القوس. اذا هي من اكتر النساء، او هي اكتر انثى تقدر زي ما احنا بنقول تحطه بالنار. طيب، رجل قوي اخر يتشابه بشكل كبير مع رجل برج العقرب اللي كان معانا من شوية، هو رجل برج الجدي الترابي. طيب، قبل برضو ما نسيب رجل برج الجدي الترابي، نحب نقول اللي يجي بعد كده مع رجل برج القوس غير انثى القوس، ايضا زعيمة العصابة تيجي مرة تانية مع رجل برج القوس، من الاناث اللي تقدر تعمل فيه كده، وهي تجذبه قوي قوي على فكرة. زي ما احنا قايلين مميزاتها من شوية، الكاريزما، خفة الدم، الشياكة، الاناقة، اللباقة، كل دي سرعة البديهة، كل دي بيلاقيها في انثى برج الاسد رجل القوس، فممكن ينجذب ليها بسرعة الصاروخ ويبدأ ان هو يعمل كده ولا كده. لسه قايلين سياستها بتكون عاملة ازاي. شوف هتعمل معاك ايه، شوف ايه اللي تقدر انثى برج الاسد تعمله معاك. يبقى علقتك بيها، ما انتش قادر تستغنى عنها، وفي نفس الوقت ما انتش قادر تفرض ألاعيبك عليها. رجل برج الجدي، تأتي المحيرة المعذبة أنثى برج العقرب مرة جديدة لتستلم. خلينا نقول هي أكتر الإناث اللي تقدر على الرجل ده في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دي. ينجذب ليها، طبعا ينجذب ليها، زي ما احنا قلنا عمقها، ذكائها، وهو ايضا من الرجال اللي ما تحبش الانثى تكون كتاب مفتوح. انثى برج العقرب خلاص وقع فيها، وقع في شباكها زي ما احنا بنقول. يبدأ يعمل كده او كده، او من غير ما يعمل حاجة، لو هي حطت في دماغها ان هي تعذبه وتحطه بين نارين، هي عندها الامكانيات لكده. هتتقل قوي قوي قوي، وتبدأ تفرض سياستها المثيرة بتاعتها على رجل برج الجدي الترابي. تتقل عليه
ممكن تطنشه شوية، تديله جرعة اهتمام، هتمشي معاه عارفين بسياسة شوق ولا تدوق، ودي السياسة اللي أنثى برج العقرب تحديدا بتمشي بيها مع كل الرجال اللي هي جات معاهم في موضوع الحلقة دي. على فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، مش شرط إن السياسة دي تخلي الرجل يعني يكره الأنثى، بالعكس ده ممكن تكون سبب كبير قوي إن هو يتعلق بيها أكتر ويشوفها أنثى مختلفة أكتر، وما يقدرش كمان إن هو يستغنى عنها. طيب، رجل برج الدلو من جنسه، هي أنثى برج الدلو، على فكرة رجل برج الدلو من الرجال المتعبة عاطفيا، هي أنثى برج الدلو الهوائي هي اللي تقدر تعمل معاه حاجة زي كده، تجذبه في الأول دائما أو غالبا الاتنين دول ارتباطهم أو بداية علاقتهم بتكون صداقة في معظم الأحيان، يلاقي فيها صديقة مريحة بتستمع بتشاركه بآرائها، ذكية بتحب الحياة زيه، بتكبر دماغها ما بتعقدش الأمور، كل الحاجات دي تجذب رجل الدلو في البداية، هيتعامل بلا مبالاة بتطنيش بنسيان نفس المعاملة اللي انت هتعمله هتلاقيه معاه، عشان كده مش هتعرف ان انت تفرض عليها اساليبك او الاعيبك زي ما انت في دماغك، فهتحطك طبعا بين نارين، اعجبت بيها تعلقت بيها ممكن حبيتها وقدرت ان هي تلعب معاك بنفس الاسلوب بتاعك. هو بيعتمد عليه، حلقة النهاردة بتعتمد على حاجات كتيرة، منها حاجات بتجذب الرجل في الأنثى زي ما احنا عمالين بنوضح في كل رجل بناخده مع أنثى دلوقتي، وأنثى صفاتها وطباعها تلائم صفات وطباع الرجل ده، ففي النهاية بتقدر إن هي تتعامل معاه، يعني في النهاية بتقدر إن هي تتعامل معاه ففهماه أوي. طيب، رجل برج الحوت المائي، هما اتنين اللي يقدروا ان هم يعملوا معاه كده. مرة جديدة تأتي أنثى برج العقرب، طبعا بيعجبه حاجات كتير قوي فيها، جاذبيتها، ذكائها، الحاجات اللي احنا عمالين نقولها عن أنثى برج العقرب، ممكن تجيب رجل الحوت على ملا وشه لأنثى برج العقرب. لو بدأ يتغير معاها أو ما عجبهاش، نفس الكلام اللي احنا ممكن تحسسه زي ما احنا بنقول بقى، لا انت كنت موهوم، لا طب تعالى بقى اوريك الوش التاني، لا طب تعالى بقى كده اتقل عليك شوية، طب تعالى اختفي كده من حياتك مش هتلاقيني، طيب تعالى جننك، طيب تعالى احسسك ان انا هروح منك، وعلى الهادي بقى ما بتستعجلش هي في السياسة دي، فبتجنن رجل برج الحوت. ممكن تيجي بعدها شوية، ولكن في فرق كبير بصراحة بينهم، أنثى برج السرطان. ايضا انثى برج السرطان من الاناث اللي بتعجب رجل برج الحوت وبينجذب ليها بشكل كبير قوي، بعمقها برومانسيتها باحساسها العالي بذكائها، حاجات كتيره قوي بتجذبه ليها، بس هي بتتعب معاه، يعني هي ممكن تحطه بين نارين وتحط نفسها هي كمان بين نارين، للاسف هي دي المشكله. ولكن لو هناخد ترتيب بعد انثى برج العقرب مع رجل الحوت، تيجي على طول السرطونة أنثى برج السرطان. إيه الحاجة بقى اللي أنا قلت عنها في البداية كده وقلت لكم شاركوني بيه؟ الحاجة دي هتلاحظ إن كل رجل جه مع أنثى في حلقة النهاردة هي أكتر أنثى تقريبا بتتوافق معاه. ليه بتتوافق معاه؟ لأنها أكتر أنثى فيها حاجات بتجذبه، وهو لو ما كانش فيها حاجات بتجذبه من البداية هيبقى صعب إن هو يلتفت ليها، هيبقى صعب إن هو ينجذب ليها. وكمان في حاجة لاحظنا، ان اكتر انثى جات مع رجال في الابراج دي هي انثى برج العقرب وبعدها انثى برج الميزان. طب استنتجتوا حاجة؟ مش هقول لكم بقى، في حاجة كده كنا عملناها قبل كده وضحت ليه الاتنين دول تحديدا، او لها علاقة كده بان الاتنين دول يجوا معانا في الحلقة، يعني ينذكر اسمهم النساء دي اكتر من مرة ومع اكثر من رجل. اللي عارف فيقول لي برضو انا هرد علي. بحبكم جدا، اكتبوا لي اراءكم، اتمنى الحلقه دي تكون كانت مفيده، انتوا عارفين ان انا بقرا تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، واللي نسي يدعم الحلقه بلايك يا ريت ان هو يدعمها بلايك. بحبكم جدا وتصبحوا على خير.